لدينا التحفظ كحزب الديمقراطي مع الكتل الكردستانية على الدوائر المتعددة. المقترح المقدم من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني كان هي العراق دائرة واحدة، لكن الكتل السياسية الأخرى قدمت أيضا عدة مقترحات من ضمنها على مستوى المحافظات 18 دائرة، ومن كان يطالب أن يكون لكل نائب دائرة انتخابية يعني 320 دائرة انتخابية، ومن رات نعود إلى سان ديغو 1.7 وإلى آخره، أكثر من 7 مقترحات. لكن أصبح أمر واقع أن يصوت مجلس النواب بعد مقاطعة الكتل الكردستانية، إضافة إلى بعض الكتل الشيعية والسنية أيضا مع الكتل الكردستانية بمقاطعة التصويت على هذا القانون. طيب. اليوم أصبح أمر واقع، ويوم أمس كان هناك اجتماع للجنة القانونية وأيضا جلسة مجلس النواب. علينا أن نمضي بهذا القانون، لازلنا نحن كحزب الديمقراطي والكتل الكردستانية وأيضا كتل أخرى مع أن تكون على مستوى المحافظات 18 دائرة انتخابية لتسهيل عملية أيضا المفوضية، لوجود هناك مشاكل كثيرة، مشاكل فنية في مشكلة الإحصاء، الدستور العراقي، أيضا مسألة الأغذية والنواحي، هناك أكثر من 40 قضاء لحد هذه اللحظة غير مسجلة في وزارة التخطيط، كوتا النساء، الأقليات، يعني مشاكل كثيرة تقف أمام قانون الجديد التي تعتمد على دوائر متعددة على مستوى القضاء.